واقعد اعمل له دروس كمان واشرح له. هو اللي بيدخل هنا يبقى عايز يروح يا استاذ احمد؟ اعتقدش انه يبقى عايز يروح خالص يعني. وبعدين على يدي، انتوا بتخافوا ربنا؟ على يدي وعلى يد كل المصريين. طب بالله عليك يا اخي، انا والله العظيم اقيم عليك الحجه امام الله سبحانه وتعالى. بالله عليك السيسي عمل ده عشان ربنا ولا عشان بايدن؟ جاوب كده، جاوب بينك وبين نفسك. ما هو برضه ستكتب شهادتهم ويسألون بينك وبين نفسك، جاوب كده بينك وبين نفسك. كلام أحمد موسى ده أنت مؤمن به ومصدقه؟ هل فعلا السيسي عمل كده عشان خاطر ربنا؟ بأمارة إنه عمل الأغنية باللغة الإنجليزية، معاذ الله يعني. ربنا سبحانه وتعالى عارف عربي على فكرة، وبيعرف كل اللغات. ربنا سبحانه وتعالى هو التي خلقها، ربنا خالق اللغات كلها. فكاش كده عملت له اللغه الكلمات بتاعت الاغنيه مترجمه باللغه الانجليزيه، صح؟ وقبل زياره السيسي الى بريطانيا عسى ان ينال شرف اللقاء مع بايدن. والغاء قانون الطوارئ برضه عشان بيخاف ربنا، برضه مش عشان قبل ما يقابل بايدن. ما انا بسالك، انا بسالك السؤال ورد انت. رد لو كنت تعلم انك ستحاسب يوما ما على كلامك. ما هو في ناس على فكره موجوده يعني، ودي ناس موجوده على البث، تعرف الناس في بقى عندنا هوجه في مصر اسمها اللادينيين، اللي هو ما لوش دعوه لا بدين ولا باخره ولا تمام ولا فرق مع الكلام ده كله. فتقول لي يقول لك هو عارف ان طبعا مش فيش اخره اصلا. انا بكلمك لو انت لسه مؤمن بالاخره، مسلم او مسيحي. السيسي بيخاف ربنا بس ولا بيخاف بايدن؟ بس يلا ما علينا، انا مش هتكلم كتير على موضوع السجن، بس انا اقول لكم على حاجه عشان بس تبقوا عارفين. زي ما قلت كده، اللي هيدخل السجن ده هيخرج. طب الحاجات دي قدامك، ده المستشفى دي يا عم، دي مش ده مستشفى دار الفؤاد يا عم. انا اروح اعيا هناك يا عم، وادخل المكتبه دي، يا المكتبه دي يا معلم لا مش موجوده في دار الكتب، وادي المستشفيات والاجهزه يا راجل. ده اروح اعيا هناك في المستشفى واتعالج، وادخل اعمل غسيل كلوي بدل ما انا بتمرمط كل شويه في الدمرداش ولا في القصر العيني يا عيني. ما ادخل يا عم السجن يا عم تمام، وهاكل واشرب ببلاش. صح يا عم، هاكل واشرب ببلاش وتمام، وهتعالج زي الفل، وهبقى قاعد العب. ورونا يا جماعه اي شويه الحاجات التانيه بقى، يعني خرجونا من سكه المرض. ايوه كده، سكه الهمبقه اللي هي الحاجات دي، ويبقى معانا دكتور نفسي يقعد يكلمنا. وبعدين فين بقى الترفيه يا جماعه؟ ما ادتونيش للترفيه، ده البيز الشغل كمان، وهاخد الشغل اهو البدنجان ما شاء الله زي الفل. وشوفوا لابسين زي ايه، رايح الغيط لابس زي ايه، شاف السلطه والطبيخ. لم يفتتح بعد يا عماد، صح يعني لسه؟ لا ما جاش نزول، بس يعني عنده شويه ده تمثيل يعني. تمثيل يعني استاذنوا الناس يعني. لا هم الناس موجوده، وبقى في بقى شويه فنانين. شفت الراجل اللي بيرسم صوره السيسي؟ ما جبتوليش الراجل ده ليه يا جماعه؟ الفنان اللي بيرسم صوره السيسي ده، كان في واحد بيرسم كده وقعد رسم صوره السيسي وكتب تحتها تحيا مصر. وبقى جيم يا باشا، وملاعب وورش وسينمات. وفين الصوره بتاع العنبر يا جماعه؟ انا عايز الصوره بتاعت العنبر اللي هم حاطين شاشه LCD في الغرفه. وشفت الملاعب والباسكت والبتاع. وروني بقى صوره الاوضه، انا عايز صوره الاوضه. سلام على المخبز والعيش الفين وطالع زي الفل. طب انا اقول لك على حاجه يا احمد يا موسى، ايه رايك اجيب لك 3-4 طيارات من تركيا وننزل على مصر لو كان الموضوع ايه رايك؟ اهو حتى ضياء والله اهو راجل سوري ملوش في الموضوع قال لك اروح معاكم. يا عم احنا رايحين رحله يا ضياء، خدوني معاكم اهو. شفت اهو الشيخ الازهري، الشيخ الازهري يا سلام، هو اللي هيؤمنا في الصلاه الشيخ الازهري. شوف المسجد، شايف المسجد؟ شفت التقوى؟ هيتحبس معانا؟ شوف التقوى والكنيسه كمان، يعني ايه كنيس صغير عشان تصلي فيه، ما عملوش حاجه لليهود عشان يتعبدوا هناك. شايف؟ بص يا معلم، بص يا معلم ضياء، بص بقى. لا انا كنت عايز بس الاوضه دي اللي هي هيناموا فيها. وشوف الاكل يا معلم، شوف. واربعه على كل سفره. دي غرفه ايه؟ دي مزيكا ولا ايه؟ دي غرفه التجديد. حضرتك بالفيديو تقعد قدام كده، والقاضي عشان يقول لك تم تجديد حبسك 45 يوم يا كلب. ودي غرفه القراءه ما شاء الله، والناس قاعده طبعا تعرفين بيحضروا دكتوراه وماجستير، ناس كتيره جدا في السجن هم النخبه اصلا. ودي قاعه مؤتمرات برضه عشان نعلم الناس لغات وحاجات. ويعني الاختصار يا جماعه، الاختصار بقى، انا اعمل لك اوبشن يا عم احمد، ايه رايك؟ اعملوا لنا ديل
ان انتوا هتدخلونا السجن ده، انا عليها 15 لحد دلوقتي، وهجيب لك معايا كل ال15ات والعشرينات ونركب الطياره ونيجي عم. ايه رايك؟ انتوا بتكذبوا على مين؟ انتوا بتكذبوا على مين؟ انا عارف طبعا انه ما يهمكوش الداخل، وعارف ان انتوا لا تقيموا وزنا لاي شعب، يولع الشعب، لكن هو في الخارج، في الخارج ما انتوا عملتوا كده مع حافظ اسماعيل، حافظ ابو سعد قصدي، عند ربنا بيتحاسب على ما فعله. مات حافظ ابو سعد الذي كان يجمل وجه النظام لما بيروح ترى يقول لك ده اكل فاخر 5 نجوم، مات. يحاسب امام الله الان. انتوا بتضحكوا على مين؟ المصريين مصدقين الكلام ده؟ اقسم بالله لو مصدقين المصريين كلهم يتسابقوا على السجن. هو لو عارف انه هيلاقي، طب يعني اي مصري لو عارف انه هيدخل هنا مش بكره يقف على الدائري وبكره يعني اسف يسرق اي حد ولا يثبت اي حد، يروح هنا يا عم. ده الاكل، شوف اللحمه والفراخ والخضروات مش موجوده في كارفور. يا عم ده، يا عم يا عم ده، شايف ده اوضه نوم بيه؟ عشان ده اختصار الموضوع يا جماعه، انهم بيكلموا شعوب تانيه، بيكلموا ناس تانيه، بيكلموا حكام تانيه. انتوا لا تعب، انتوا لا تعنوا عندهم شيئا، لا يقيموا لكم وزنا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من 1430 سنة على لسان فرعون: استخف قومه، استهزأ بيهم، لا يقيم لهم وزنا. هذه الصور كان الهدف منها تجميل وجه مصر في الخارج، عشان لما ملف حقوق الإنسان الذي لم يظهر الحديث عنه مطلقا إلا بعد رحيل ترامب، عشان تعرفوا هؤلاء يعبدون من؟ هؤلاء يخافون ممن؟ هؤلاء دينهم ايه؟ نقطة من أول السطر يعني.